نشرة الظهر. مستمعين الكرام، أهلا بكم إلى نشرة الأخبار. وفي عناوينها: مدى انخراط التونسي في اعتماد مختلف وسائل الدفع الإلكترونية وأهمية التخلي عن المعاملات النقدية، موضوع متابعة في النشرة. 46% نسبة مشاركة المرأة في 100 شركة أهلية تم إحداثها. وصول أول رحلة ل 102 تونسيا وذويهم من لبنان إلى مطار تونس قرطاج بعد ظهر اليوم. وفي الشرق الأوسط، استشهاد عدد من المدنيين في بيروت، وأنباء عن سقوط قتلى في صفوف قوات الاحتلال في المعارك مع مقاتلي حزب الله في جنوب لبنان. السلطات الفلسطينية تؤكد إبادة أكثر من 900 عائلة بالكامل ومسحها من السجل المدني جراء العدوان الصهيوني على غزة. انطلقت اليوم فترة الصمت الانتخابي الخاصة بالانتخابات الرئاسية بالخارج على أن يجري التصويت ابتداء من يوم غد ليتواصل إلى غاية يوم الأحد القادم 6 أكتوبر الجاري، وتتواصل فترة الصمت الانتخابي بالخارج إلى غاية إغلاق آخر مكتب اقتراع في مدينة سان فرانسيسكو بالولايات المتحدة الأمريكية. وفي إطار الإعداد لعملية الاقتراع الخاصة بالانتخابات الرئاسية المقررة ليوم الأحد 6 أكتوبر الجاري، تعلق الدروس بصفة استثنائية بكافة المدارس الابتدائية والإعدادية والمعاهد العمومية كاملة يوم السبت 5 أكتوبر وفق إعلان لوزارة التربية. وقررت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تعليق الدروس يوم السبت 5 أكتوبر الجاري بكل المؤسسات الجامعية، وذلك لضمان حق الطلبة في ممارسة حقهم الانتخابية. كما أعلنت وزارة الشباب والرياضة تأجيل كافة التظاهرات في جميع الأصناف بكامل ولايات الجمهورية خلال الفترة الممتدة من 4 إلى 7 أكتوبر الجاري، وذلك بمناسبة تنظيم الانتخابات الرئاسية المقررة يوم 6 أكتوبر الجاري. وفي شأن وطني آخر، بعد نحو أسبوعين من العودة المدرسية، تشكو بعض المؤسسات التربوية من شغورات في الإطار التربوي تصل إلى نحو 7500 شغور، وفق ما أكده كاتب عام جامعة التعليم الثانوي محمد الصافي. ودعا الصافي في تصريح للزميلة نجاة حسن إلى ضرورة إيجاد مقاربة جدية للنهوض بالمؤسسات التربوية. طبيعة الوضع داخل المؤسسات التربوية تبدو مفزعة أكثر من أي وقت مضى. بالنسبة إلى الشغورات، بلغ عدد الشغورات 7500 شغور في كل المواد بالنسبة إلى التعليمين الإعدادي والثانوي. ونأخذ على سبيل المثال مثلا في مادة العربية عندنا 1050 شغور، في مادة الفرنسوية والإنجليزية يعد الشغورات بالمئات، في مادة الرياضيات أيضا يصل العدد إلى أكثر من 700 شغور. بالنسبة إلى سلطة إشراف، لم تجد حلولا ناجعة للتصدي لهذه الظاهرة، والأمر يعود بالأساس إلى أن هناك رفضا للانتداب منذ 2017، ونحن نبدأ الأسبوع الثالث في العودة المدرسية وعندنا التلاميذ إلى حد الآن لم يدرسوا مواد، وهذا ينذر بأن السنة الدراسية لا يمكن أن تستمر بهذا الشكل، وعلى سلطة الإشراف أن تجد مقاربات جدية للنهوض بالمؤسسة العمومية. تتوجه تونس نحو التخلي عن التعامل النقدي دعما للاقتصاد المنظم والاستفادة من الأموال المتداولة خارجه، وفي هذا الإطار يندرج الدفع الإلكتروني الذي يمثل أيضا جانبا مهما من الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي. ولكن هل يجد الدفع الإلكتروني الدعم اللازم؟ سؤال توجهنا به في البداية إلى عدد من المواطنين، وهل يعتمدون الدفع الإلكتروني في تعاملاتهم اليومية؟ شري بفلوسي، ما عنديش كارت، ما عمري ما تعاملت بغير هذاك. بالكارتة لأنه فيها أكثر سلامة وفيها أكثر سرعة وتماشي مع معاملاتنا مع مثلا الترانزاكسيونير الأجانب. احنا معناه ثقافة اللامادي والاستغناء على النقد. مثلا فما برشا ناس مازال تعامل تدخلوا في الإلكتروني يقول لك ما نفهمش. رغم تطور القوانين تاع المعاملات هذه يقعد ديما فما ثغرات كبيرة برشا، لابد أنه تتوفر
شروط باش نتخليه على المعاملات النقدية المادية معناها ونمشي للنقود الافتراضية. فلوس فوقك خير على خاطر 90% نكسبت فالكارت. ريسك تهز الفلوس فوق منك، هو ديجا ما دابا موجودين معناها محفوظين الفلوس، يعني وقت ما تحب تجبد. كارت لا ما عنديش ثقة. ساعات المونتو ما يتعداش المرة الأولى ريزو يبدا مالو كل حاجة. تعدي لك دوف ما يستعرفكش ما تعملش بالكارت أصلا. إلكتروني بالطبع، نخلص بالكارت ونخلص بالتليفون. وبين عزوف المواطنين وإقبال بعضهم على اعتماد وسائل الدفع البديلة، أي إجراءات للدولة للحد من التعاملات نقدا في المتابعة؟ أحلم الكسمي. رغم أهمية الدفع الإلكتروني للحد من تداول العملة خارج الأطر القانونية ومحاربة التهرب الضريبي والاقتصاد الموازي، يعتبر رئيس الجمعية التونسية للرقمنة فهمي بوكمشة أن الإجراءات منقوصة لتشجيع المواطن على الدفع بطرق بديلة. اليوم التونسي ما عندوش ثقافة أنه يدفع عبر الإنترنت ولا يدفع بوسائل أخرى على خاطر ما فماش إجراءات قانونية موفرتها البنوك موفرتها الدولة، هكذا المواطن بيرى أنه فلوسه تحته تكون هي أضمن ليه هو، ولكن الكاش في حد ذاته هو يسمع التضخم يسمع الفساد والاقتصاد الموازي 54% 46% فقط الفلوس اللي هي قاعده تدور في اطار البنك وفي اطار معاملات اللي نعرفوها مصادرها منين، وهذا يمثل خطر كبير. والدوله قدام المعطى هذايا ماهيش قاعده تعمل في اجراءات حقيقيه، يعني حتى قانون الشيكات الجديد اللي هبط في الفصل 410 يقول دعم وسائل الدفع البديله، ما قالش ثم اجراءات حقيقيه. ويوضح الخبير الاقتصادي والمحلل المالي بسام النيفر ان الدفع الالكتروني يعد من ابرز اولويات الدوله منذ سنوات، لكنه إلى الآن ما يزال يحقق نجاحا نسبيا. تم نجاح رناه مثلا في المحافظ الإلكترونية السادس الأول 2024 84.3 مليون دينار، لكنه في الحقيقة جاء أساسا من ترسيم طلبة وكلام ذا. بالنسبة للاقتصاد في عامة الدفع الإلكتروني في تونس عنا عدد مش كبير برشا، مثلا من مواقع اللي هي تستعمل الدفع الإلكتروني في موفى جوان 2024 1199 موقع ويب، عدد الآلات اللي عند التجار 37,200، فما تحسن 5.1% مقارنة بنهاية العام. الدفع الإلكتروني في تونس كحجم خلصنا 551 مليون دينار في موفى جوان 2024، هذا مهم برشا لينقص من استعمال الفلوس اللي قاعدة تدور بصفة كبيرة في الاقتصاد، تساهم في مقاومة الاقتصاد الموازي، سهل على مصالح الجبال قوم باستخلاص حق الدولة. وبين الخبير الاقتصادي والمحلل المالي بسام النيفر إقرار الدولة لعدد من الإجراءات خلال هذه السنة للتشجيع على الدفع الإلكتروني. في 2024 الدولة قامت بتسقيف العمولة اللي اتخذها بنوك لحدود 1.3% لمدة عام، هذا إجراء جيد. كيف فما وسيلة دفع إلكترونية مجانية مش تكون موجودة على ذمة الحرفات بالنسبة لبنوك الكل، لكن الأهم أنه التجار ومزي الخدمات هم اللي ينخرطوا. وفي وقت تسعى فيه الدولة لإدماج الاقتصاد الموازي وإرساء العدالة الجبائية وتحقيق النهوض الاقتصادي، يبقى من المهم مزيد دعم التخلي عن التعاملات النقدية والتشجيع على اعتماد الدفع الإلكتروني. أفادت كاتبة الدولة لدى وزير التشغيل والتكوين المهني المكلفة بالشركات الأهلية حسنة جبالة في تصريح لحنان العباسي خلال اطلاعها على سير عمل إحدى الشركات الأهلية بالجهة بارتفاع عدد الشركات الأهلية إلى 100 شركة أهلية وتمثل نسبة مشاركة المرأة فيها 46%، مشيرة إلى أنه من المنتظر إحداث أكثر من 20 شركة أهلية إضافية خلال الأيام القادمة. بالنسبة لنا عدد الشركات اليوم هي في حدود 100 شركة، نسبة المشاركة النسائية فيها 46% وقاعدة ترتفع، لأنه عندنا مؤسسة فيها 400 امرأة في مدينة القاسرين. اليوم فما شركة أخرى نسائية بادرت وقالت نحب نعمل شركة نسائية، وبداوا في إجراءات التأسيس زادة في مدينة القيروان كلها نسائية. اليوم احنا نحكيه على مناسبة اقتصادية، ومعنا 12 شركة دخلوا في طور النشاط، هذايا ما جاش فجأة، هو عمل حثيث، عمل مستمر، متابع على ثقة، تشخيص، تحليل، هذا هو اللي خلى الشركات هذه اللي كانت ما يقولوا صعوبات لكن وجدناها إخلالات وإلا فما إشكاليات إدارية بسيطة تمكننا من حلها والحمد لله، ودخلوا 12 شركة مع بعضهم تطور النشاط، وعندنا مجموعة أخرى باش تطور إن شاء الله حتى فوق 20 شركة إن شاء الله في الأيام القليلة القادمة، وينجم يوصل راهو من هنا للقبل 2025 إن شاء الله يرتفع معناتها بنسق أسرع.
قال كاتب الدولة المكلف بالموارد المائية حمد الحبيبة على هامش افتتاحه أشغال ملتقى دولية بجزيرة جربة حول تعزيز سلسلة القيمة لحليب الإبل. قال إن الوضعية المائية في تونس لم تعرفها من قبل بسبب 8 سنوات جفاف طيلة 9 سنوات الأخيرة. وقال كاتب الدولة إنه سيتم في أفق 2050 بناء 32 سد وتعلية 9 سدود إلى جانب التوجه نحو بناء السدود الأرضية بعدد 102 سد أرضي أمام ارتفاع عملية تبخر المياه التي بلغت في يوم واحد في السنة الماضية 1 مليون متر مكعب. طلب أهالي الهالكين في حادثة غرق مركب للهجرة غير النظامية في سواحل جزيرة جربة منذ أيام، طالب السلطة الجهوية بتسليم جثامين أبنائهم، مشيرين إلى أنهم مرابطون منذ 4 أيام في انتظار الاستجابة لمطلبهم. الزميلة لمية بن غالي نقلت مطالب أولياء الغرق وأكدت أنه سيتم تسليم الجثامين بعد ظهر اليوم وفق مصدر أمني مطلع. طالبين الجثث نتاعنا، عندنا تو 4 أيام نالضين ونحن ملوحين في الشارع، ملوحين لابوي يعطونا الجثث نتاعنا، لابوي يسلمونا، لابوي يعطونا بشرى نتاع خيره. بنت خوي من القروين، اليوم عندنا 4 أيام ونحن قاعدين نستنوا تحت الحيط. بنتي عندي عام ما ريتهاش، عام ما ريتهاش، ماتت هي ولدها ورجلها. كبدوا من شويه على بنت ولدها وما ريتهاش، راكبين تو 4 أيام ونحن راكبين تحت الحيط. معنا عادنا 3 مواتة ونحن تحت الحيط اليوم كذا، لغدوه اليوم، غدوه اليوم، ولا من سمعنا ولا من كلمنا. تصل بعد ظهر اليوم إلى مطار تونس قرطاج أول رحلة ل 102 تونسيا وذويهم من مطار عمان، حيث تم نقلهم من لبنان. وتتواصل حاليا المساعي الحثيثة مع كل الجهات المعنية لتأمين عودتهم إلى تونس في أفضل الأجل الممكنة، بالإضافة إلى بقية الراغبين في الرجوع إلى تونس. نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tn. وفي مستجدات الوضع في الشرق الأوسط، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية استشهاد 9 مدنيين لبنانيين وإصابة 14 آخرين في غارات إسرائيلية على منطقة الباشورة في بيروت. في المقابل، يواصل حزب الله التصدي لقوات الجيش الإسرائيلي المتوغلة داخل الأراضي اللبنانية. يأتي ذلك في وقت تحدثت فيه وسائل إعلام عبرية عن سقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوف القوات الصهيونية في المعارك الدائرة مع مقاتلي حزب الله في جنوب لبنان. سياسيا، يتواصل الاجتماع الطارئ لجامعة الدول العربية لبحث الوضع في المنطقة. تطورات الملف اللبناني في الورقة التالية لوجه النمرة. كثف الطيران الحربي الإسرائيلي غاراته على عدة مناطق من لبنان مخلفا مزيدا من الشهداء والجرحى. وأعلن الجيش اللبناني استشهاد عسكري وإصابة آخر بجروح نتيجة اعتداء من جانب القوات الإسرائيلية، وذلك أثناء تنفيذ مهمة إخلاء وإنقاذ بمشاركة الصليب الأحمر اللبناني في بلدة الطيبة مرجعيون. وأعلن حزب الله اللبناني أنه استهدف قوات إسرائيلية حاولت التسلل إلى بلدة مارون الراس في جنوب لبنان بعبوات ناسفة. مع تجدد الاشتباكات في هذه المنطقة الحدودية، غدا أعلن جيش الاحتلال مقتل 8 من جنوده بعد عبورهم الحدود. وقال حزب الله إن قواته تصدت اليوم لمحاولة تقدم للقوات الإسرائيلية عند منطقة بوابة فاطمة الحدودية بقذائف المدفعية. بدوره، دعا الكيان المحتل سكان 25 قرية جنوب لبنان إلى إخلائها، فيما قال جيش الاحتلال إنه قام بالقضاء على نحو 15 من أعضاء حزب الله في مبنى بلدية بيت جبيل جنوب لبنان. سياسيا، تواصل أشغال الاجتماع الطارئ لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين للبحث في تحرك عربي للتضامن مع لبنان والتعامل مع التداعيات الخطيرة للعدوان الإسرائيلي. الاجتماع سيناقش أيضا تقديم المساعدات الإغاثية العاجلة للبنان ودعم جهود مساعدة النازحين واللاجئين داخل لبنان وخارجه. الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية حسام زكي أوضح أن الاجتماع يعقد بناء على طلب العراق وتأييد عدد كبير من الدول العربية. بهذا الخبر نأتي وإياكم مستمعين الكرام إلى ختام النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. مدى انخراط التونسي في اعتماد مختلف وسائل الدفع الإلكترونية وأهمية التخلي عن المعاملات النقدية كان موضوع متابعة في النشرة.
46% نسبة مشاركة المرأة في 100 شركة أهلية تم إحداثها. وصول أول رحلة ل 102 تونسيا وذويهم من لبنان إلى مطار تونس قرطاج بعد ظهر اليوم. وفي الشرق الأوسط استشهاد عدد من المدنيين في بيروت، وأنباء عن سقوط قتلى في صفوف قوات الاحتلال في المعارك مع مقاتلي حزب الله جنوبي لبنان. السلطات الفلسطينية تؤكد إبادة أكثر من 900 عائلة بالكامل ومسحها من السجل المدني جراء العدوان الصهيوني على غزة. شكرا على حسن المتابعة والإصغاء، تحياتي نفيسة حسني.